لماذا ارتديت النقاب؟ ليه لابسه النقاب وانت رايحه النيابه؟ كنت تعبانه جدا، وكنت عارفه اكيد كتير صحفيين تبقى موجودين فيه. تعبانه جدا، كنت مش قادره ولا اتكلم ولا اصور ولا اي حاجه. مفاجأة، وكان عندي تشوك جامد جدا، يعني من غير سبب جايين عشان تحبسك. يعني اي حد في مكاني اكيد هتعمل كده. لا يعني انت لابسه النقاب هنا تعبانه فعايزه تخفي وشك يعني عشان تعبانه، ولا عايزه مش عايزه حد يشوفك، يعني مش عايزه حد يشوفك وانت داخله يتحقق معاكي؟ بصراحة ولا كنت عايزة حد تشوفني ولا حد تكلم معايا ولا حد تصور. طيب جبت النقاب بقى منين؟ أصلا عندي نقاب من زمان، أنا كنت شغالة قبل الماستر في كتير بلد خليج، وكنت أيام اللي كنت شغالة في الخليج كنت بلبس نقاب. يعني كنت بتشتغلي في الخليج دي فلازم كانت تلبسي. لبسي عادي لما بتخرج في الخليج. فمعاك النقاب من ساعة عندي اشتغلت في كذا كذا نقاب وكذا عباية وبحب ألبسه. طيب طبعا انت في الخليج قعدت كام سنة في الخليج؟ يعني كتير وكذا بلد، يعني مش بلد واحد، قعدت في يمن وقعدت في بحرين وكذا بلد.